أتمنى لهم إنه تصير هدنة ونرجع عدورنا وننام. أجينا هنا لأنه فش حدا عندنا مش كويس هنا العيش، حرام. وائل صالحة 5 سنين، ونحن وأبويا وأمي وإخوات هم 3، سلمى وحلا وسارة. قصفوا بيوتنا ونهدد بالشبابيك، رجعوا. نحن خوفنا، جينا هام قالوا لنا روح، رنوا على عمي وقالوا لنا روحوا من مكان. وبعدين احنا وصلنا ولقينا كارة فيها وسخ، ركبنا عليها وصلنا هنا. ماما اتصوبت بايدها، واختي الصغيرة اتصوبت بوجهها وجريها وايدها. ناخدش راحتنا، كل حاجة مقرفة، مفيش فراش يعني ننام عليها، أما بتفرش بطانية وكلنا بننام عليها، وفيش حدا طايق حدا ومشاكل وقرف، كله فوق بعض. نحنا مفيش ولا مية ولا كهرب ولا إشي إن نشربه، عطشانين. أنا بتمنى إن نرجع لمدارسنا ولا بيوتنا ولا دورنا، ما بقناش بخيام وعنا مران بننامش. ليش؟ من الحاجة اللي زي هيك، من الخوف، من الخوف هو. بنخاف على أرواحنا. أصير أنا إيش أرجف، حرف دي أرجفه ودي صار رجعوني. من يصير تهدئة نصير هدنة وما يصابش أحد تاني منا. نفسي نرجع نصير هدنة، نرجع عالدار عبيوتنا ونحرف ننام ونكيف. أنا هيك حابب.